حديث إحدى الأمهات المفجوعة بما جرى لولدها في الاعتصام، وهي تتكلم بحرقة عن المعتصمين وكيف أن أحد المعتصمين كان يبكي ويحمل الحكومة ووزارة التعليم مسؤولية ما حصل بسبب إهمالهم لحياة الشباب المعتصمين، وبسبب أيضا عدم الاستجابة للمطالب حتى الآن. هذا الوزير الواقف ما معلوم من الشباك، شباب على من الشباك من فوق خليجي يشوفه، شنو كان بالجناح؟ شنو ابتدى عليكم؟ شايل سلاح ليش؟ وليش يما ليش؟ شنو سوى يما؟ شنو جنيته يما؟ يما ما عندك كذا بيا يما، يما كذا بيا ما عندك يما، شنو حقك رتا يما؟ يما حقك رتا ومغبونين انتو يما. يما حقك ريتا وما حد طاق يا ربك يما يا حبايب يما يما ليش يما ليش يما ليش مطلوب ماني شنو ذنبي بك يا يما ما اعرف شحش درسنا وتعبنا هاي قدامك كلها وايد حيوانات احنا انا بس انت ايش تعتبرون وزير الداخليه صرح علينا وقصيصيل قاعد بيان ما يطلع اخونا قاعد هنا بالنعاش ما ادري يموت يعدل يشيل القرآن تهضم شدري دحش ما أعرف شح شدري شو سوي لك بعد قصي سيل تقول على صدري محمد الصدر يرضى محمد الصدر عنوان للاحتجاج ضد الظلم تقبل احنا قاعدين هنا شوف ما جاي الجد منك جاي اسمك ما تلزم به نفسك حقنا ناخذه قام عبالك شو محمد ناخذه محمد متعلق ماخذه محمد ما عنده ام ما عنده ام خبر ابو علق خبر ابو علق